اللي سرقوا القمح من مصر بالمليارات. المخزون الاستراتيجي مصيرهم ايه دلوقتي؟ في الشارع موجودين. شكرا سيادة الرئيس. الحقيقة يعني قانون من اهم القوانين. انا بشكر اللجنة وبشكر صلاح بيه ابو هميلة وجميع اعضاء اللجنة. والحقيقة سيادة الرئيس تعلمنا ان هناك قواعد عرفية وقواعد قانونية حكمة. قواعد العرفية ان القوة تنشئ الحق وتحميه، ولكن هذا في حالة عدم وجود قوانين. ولكن القواعد القانونية التناسب ما بين العقوبة والجريمة لكي يكون هناك ردع عام وردع خاص، ده اللي احنا بنتكلم فيه. سيادة الرئيس الحقيقة زي ما بنقول ان احنا مش عايزين يبقى عندنا تنازع في القوانين والاختصاصات وتوحيد لمجموعة قوانين في قانون واحد. يستطيع هذا القانون ان يردع من تسول له نفسه ان يعبس في المخدرات الاستراتيجية لمصر، وان فلسفة هذا القانون تهدف لذلك. الا انني سيادة الرئيس الحقيقة وانا بطالع يعني بعمل كشف وبطالع بعض الجرائم بتساءل، هل العقوبة التي نص عليها المشرع في قانون العقوبات قانون 58 لسنة 37 كافية لردع هؤلاء الخارجين عن القانون في العبث بمقدرات الدولة اللي خلتنا النهاردة سيادة الرئيس ان احنا يبقى عندنا ساعة او ساعتين في اليوم انقطاع للتيار الكهربائي بالرغم من ان احنا عندنا موارد كبيرة جدا، زي مثلا خطوط البترول والعصابات المنظمة اللي كل يوم وزارة الداخلية بتقبض عليهم وبتقنن الاجراءات وبتقدم لهم محاكمة عادلة، وفي الاخر 6 شهور ولا سنة. انا ارى تغليظ العقوبة في مثل هذه الجرائم حتى يكون هناك ردع عام وردع خاص. سيادة الرئيس يمكن انا في معايا بعض المستندات الخاصة، يعني مثلا براءة 26 متهما من سرقة المواد البترولية من خطوط البترول بمدينة الشروق 1.5 مليار جنيه وفي الاخر براءة. انا لا اعقب ابدا بصفتي رجل قانون على احكام القضاء، ولكن هنا انادي بتغليظ العقوبة. الشرطة المصرية بتأخذ الإجراءات، إجراءات المنع وإجراءات الضبط ومعها قوات المسلحة بعد صدور هذا القانون، ولكن المتهم يفلت من العقاب. آخر أيضا، عصابات سرقة خطوط البترول تهدد أرواح المواطنين والمال العام. غيره ضبط شخصين حولوا غسل 450 مليون جنيه حصيلة سرقة خطوط أنابيب بترول، ده بخلاف سرقة خط حديد سفاجة هنا 700 مليون جنيه. انا عايز اسأل سؤال للمجلس الموقر، واحنا هنا كنا موجودين عام 2015 اللي سرقوا القمح من مصر بالمليارات، بناء علي اتفضل، اللي سرقوا القمح من مصر المخزون الاستراتيجي مصيرهم ايه دلوقتي؟ في الشارع موجودين حتى من صدر علي حكم 6 شهور او سنة وسرق مليارات. واحنا شفنا سيادة الرئيس وهو بيتكلم وبيقول احنا بنضطر نرشد الاستهلاك عشان المواطنين. انا بناشد هنا وزير البترول ووزير التموين، بقول لحضراتكم عندكم مليارات بتتسرق، وبناشد وزارة الداخلية وبشكرها وبقول لها بتقوم بجهد كبير، ولكن وجود وزارة الدفاع الوزارتين في هذا الطريق هيصلحوا وهيوفروا علينا، وبعد صدور هذا القانون هيكون هناك نتائج ملموسة قريبا. أخيرا وليس أخيرا، مجرد ما تكتب كده خطوط البترول أو سرقة المواد التموينية أو الاستهلاكية هيطلع لك على اليوتيوب العديد من السرقات وبراءة كثيرا من المتهمين، نظرا لأن احنا مغلطين.